أعلنت كوريا الجنوبية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قاد تجارب صاروخية جديدة. قالت طوكيو وسول إن بيونغ يانغ أجرت تجربة إطلاق صواريخ باليستية باتجاه بحارها الشرقية، مما يزيد من مظاهرها العسكرية مع تصاعد التوتر مع واشنطن وجيرانها. المزيد في التقرير التالي. لا يزال التوتر سيد الموقف في شبه الجزيرة الكورية مع تصاعد تهديدات السلام والاستقرار بإعلان قيام كوريا الشمالية إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى في ثاني انتهاك من نوعه في غضون أسبوع واحد. القوات المسلحة الكورية الجنوبية قالت إنها عززت المراقبة وتبادل المعلومات مع الحلفاء من اليابانيين والأمريكيين بعد التصعيد الأخير من جانب بيونغ يانغ. وأدانت هيئة الأركان الكورية الجنوبية بشدة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ، محذرة من أن هذه التجربة الصاروخية تشكل استفزازاً واضحاً يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. وأعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تخليه عن إعادة التوحيد في يناير الماضي وحل جميع المؤسسات المسؤولة عن العلاقات مع سيول، معتبرا أن كوريا الجنوبية العدو الرئيسي لبلاده. ونشرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي للمرة الأولى لقطات لمنشأة لتخصيب اليورانيوم ظهر فيها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وهو يتجول في أرجائها ويدعو إلى تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتعزيز ترسانته النووية. ولم تعرض بيونغ يانغ التي أجرت أول تجربة نووية لها في عام 2006 وتخضع لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة بسبب برامجها للأسلحة المحظورة هذه المنشآت أعلنا حتى ذلك الحين.